هيبة القضاء. الشرذمة ليست مبدأ، اه في قضاة محترمة جدا تقدر تقعد على المنصة وتدير جلستها بحكمة، ترضي جميع المتقاضين وتصدر أحكاما موضعية دون خوف، ويوم أن يهتز قلم القاضي من الأكرم أن يترك المنصة. وهو النهارده بيتعرض لاعتداء اهو. بعد إذن حضرتك، اتفضل. الذي يدير الجلسة هو القاضي وفقا للقانون. من يحمي هذا القاضي يا سيادة المستشار؟ القانون في غيبة الشرطة وغيبة ال بعد إذن حضرتك، أنت حضرتك بتقول الشرطة غايبة، يعني هيبة الشرطة ما غابتش. مين قال لك الشرطة موجودة بتبارش نشاطها؟ انزل المحاكم، في مسؤول ليها، في مسؤول للمتهمين. أما بعد القلة الذين يحاولوا أن ينالوا من هذا الصرح الذي أنشئ منذ أول القوانين التي أنشئت في العالم في مصر، وأن القضاة بتوعنا قضاة محترمين، وأن المحامين يؤدوا مهمهم، إنما القلة البسيطة لا تؤثر على هيبة قضاء، ولا تؤثر على هيبة محامي، ولا تؤثر على قانون. النهارده القضاء بيقفوا وقفات احتجاجية يا سيادة المستشار، يعني بعد إذن حضرتك، كم قاضي؟ 10 20 30؟ إنما القضاء كبير، مش معنى إن في واحد وقف يعني بقية القضاء وحشين. مصر والحمد لله بتتمتع داخل مصر وفي البلدان اللي حوالينا بأقوى هيكل قضائي وقانوني، سواء قاضي أو محامي، ودي هتلاقيها. لا يا فندم، أنا مش بتكلم كلام مرسل. حضرتك انزل الكويت هتلاقي أقوى قضاء قاعدين على المنصات هم القضاء المصريين طبعا. أقوى محامي بيترافع هو المحامي المصري. انزل دبي نفس القصة، انزل قطر نفس القصة، انزل الجزائر. ده يؤدي لإيه؟ إلى أن احنا عندنا نخبة قوية من رجال القانون، واللي هي بنقول لها يا جماعة، يا رجال القانون، يا بنات المستقبل، ابتدوا اتركوا ابراجكم العاجية وانزلوا كونوا مصر المستقبل في المرحلة الجاية. طيب انا بشكر حضرتك، لان معايا يعني معايا هوضح حضرتك حالا، معايا مداخلة استاذ محمد الملاح. مساء الخير يا فندم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل استاذ محمد، انا بسمع حضرتك. الله يبارك فيك. انا برضو كان عندنا مشكلة مع شركة اعمار اللي هو بيرأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ منصور عامر. اتفضل. هو بداية المشكلة عندي إن أنا قمت بشراء وحدة سكنية في جولف بورتو مارينا في غضون 2006، شهر 10/2006، بقيمة إجمالية كانت حوالي 385,000، منهم من داخل المبلغ ده حوالي 35,000 دي وديعة. نظام عامله كده إن هو لازم مبلغ من مبلغ الأساسي بتحط وديعة للصرف على صيانه الوحده العقاريه. انا فوجئت ان هم بعتين لي جواب بيقولوا لي انت عاوزين منك 9800 جنيه ده قيمه الصيانه. بسالهم ده جاي منين؟ قالوا لي ده كمان بعد خصم قيمه الوديعه، قيمه الارباح بتاعت الوديعه، الارباح الوديعه. اما طلعت اللي هم طالبينه حوالي 6800. انا مش عارف يعني ايه 6800 يتصرفوا على صيانة شقة في جولف بورتو مارينا. ده أنا لو عندي وحدة عقارية أو شاليه في الريفيرا ولا مونت كارل ولا نيس ما يصرفش 6800 في السنة. هو أنا اكتشفت إن 6800 دول مجمعين بتاع يجي حوالي 20 شقة في العقار كله بيصرفوا على 100 وحدة. أنا طلبت، عملت يعني اتصال مع الجماعة بتوع الشركة اللي هم مجلس الاداره وكلمتهم قلت لهم انا الكلام ده ما يلزمنيش وانا مش هقوم بدفع المبلغ ده، وتحديت عليهم شويه في حديه في الكلام يعني. فوجئت ان هم سكتوا خالص عن الكلام ده. عرفت ان هم يعني ضعيف. حسيت ان هم غلط لما اكون ضعيف. فبقيت بقى برضو عملوا بعض الحركات الاستفزازيه يعني، ويعلمها بقى سعاده المستشار اللي قاعد مع سعادتك، ان هم قاموا بكسر الريسيفر الطبق الدش وقطع التيار الكهربي. طبعا قطع التيار الكهربي ده ادى الى اتلافات في بعض المأكولات اللي داخل الثلاجات، وقطع السلك بتاع الريسيفر وكسر الدش ده قضيه اتلاف. انا لما واجهتهم بالكلام ده طبعا هم حسوا بمدى الجرم اللي هم قاموا بيه وابتدوا يحسنوا العلاقه بيني وبينهم وسكتوا عن الموضوع. بس انا برضو لا زلت متمسك ان انا عاوز اعرف ايه ال 6800 اللي هم بيطالبوني بيها دي على اي اساس؟
انا ليا وديعه ب 35000 بتدر يعني على اقصى فرض 3500 في السنه. طيب حضرتك خدت اجراء يا فندم؟ حضرتك خدت اجراء؟ اتخذت اي اجراء تجاهه؟ انا حاليا دلوقتي انا في سبيل تجميع البيانات على اتخذ اجراء قانوني في حاله هذا الموضوع الى المحكمه، وبالتالي تحلها لمكتب الخبراء، تنزل لجنه من الخبراء لبحث قيمه الوديعه بتاعتي دي والصرف عليها على الوحده العقاريه. طيب. وهل ال 3500 دول يقضوا ولا؟ والله لو الخبراء جم قالوا ان الوحده العقاريه دي عليها صيانه 100000 جنيه في السنه في اليوم حتى، انا مستعد ادفع جهه حياديه تقول الكلام ده، لكن هم اعتباطا كده يروح قايلين انت عليك 6800، ده كلام غير منطقي. اعتقد اجراء القانون طبعا هينصف حضرتك في النهايه. نحن لدينا قضاء شريف، ويعني وبشكر حضرتك جدا. سياده المستشار عمرو، انا كنت عايز اسال حضرتك ببساطه كده تبسطها للناس، يعني الناس بتتساءل، يعني بتسمع عن انتخابات وقايمه وقايمه نسبيه وفردي، عايزين نعرف الناس ايه يعني ايه القايمه وايه يعني ايه الفردي بشكل مبسط كده للناس. اتفضل يا فندم. كنا في الفترة السابقة بنتعامل بنظام المرشح الذي يحتك بالجمهور وفقا لما اتصاله المباشر بالدايرة وأهل الدايرة وعصبياته والكلام ده، وده اللي بيطلقوا عليه الفردي، اللي هو بيبقى عدد الدوائر كبيرة، كل دايرة بيبقى فيها واحد عمال واحد فلاحين وفقا النصاب اللي هو لازم يكون مجلس الشعب 50% عمال و 50% فلاحين. كان ليه ميزه وكان ليه عيب. الميزه كان بيبقى في اتصال مباشر ما بين الناخب والمرشح، واتصال مستمر ما بين الناخب والمرشح في ذات الدائره طول الفتره الانتخابيه، واحساس من المرشح النظيف الذي يبغى من ترشيحه هو الخدمة العامة ايه هي مشاكل الدائرة بتاعته ويبتدي يتعامل في حلها. يعني تقول حضرتك ان الفرد ده بينزل عن نفسه، لا بيمثلش اي حزب، لا يمثل اي حزب بس ولا يمثل اي حاجة، هو بيمثل نفسه لما يراه من انه من الممكن ان يخدم الوطن فيه او يخدم دائرته، له فكر معين. ده اللي كان بيطلق عليه مستقل يا سيادة المستشار؟ ده لا يا فندم، بعد اذن حضرتك الفردي كان فيه مستقل وفي حزب. عايزين نفهمها للناس ارجوك. كان قبل كده الفردي دوت كل المجلس فردي سواء مستقل او حزب. وكان من داخل هذه الفردي في الحزب بينزل، سواء حزب وطني، سواء حزب وفد، سواء حزب عمل، سواء اخوان، سواء 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 مستقل. اللي مش بينتمي الى حزب معين فيغال عليه مستقل. يعني ده الفرق بين الفرد والمستقل. انا ده ينتمي الى حزب ولكنه فرد بينزل عن نفسه. لا ينتمي الى حزب. الى حزب. دلوقتي بعد التعديلات الجديده والغاء الماده 5 اصبح الفردي هو من ينزل بعيدا عن القائمه الحزبيه، سواء مستقلا يعني لا ينتمي الى حزب، او من احد منتمي الى احد الاحزاب. اما جينا بعد التعديل قال لك والله احنا هنعمل قايمه نسبيه مغلقه وفردي، ويكون في عندي تلتين هذه تلتين اعضاء مجلس الشعب قايمه والتلت فردي، مؤدى كده ان احنا بنقلص الدوائر، لان القايمه بيجي حزب اللي بيخش بينتخب حزب، ما بينتخبش شخص. يبقى لازم هنا هوت ان يكون هناك حزبا يكون له برنامج، يكون له سياسة، يكون له تواصل بينهم وبين أهل الدائرة أو أهل الدوائر، لأن في القوائم ما بتبقاش دائرة واحدة، بيبقى مثلا أربع دوائر أو خمس دوائر، بيبقى ديت دائرة واحدة في القوائم، بعكس الفردي. الفردي بيكون دائرة واحدة مثلا، اسم واحد، اسمين، ثلاث أسام صغيرة، لأن هو بيتصل مع الشعب نفسه. دي ليها ميزة ودي ليها ميزة. ميزه القايمه ان انا اوريدي بتعامل مع برنامج حزب. حزب ده بختارش افراد، بختار برنامج. بختارش بختار برنامج. برنامج. وهناك قايمه نسبيه مغلقه وقايمه مفتوحه. نفسرها ارجوك عشان المغلقه يجي الحزب ينزل لك والله علي احمد حسن ابراهيم. بدخل انتخب
قائمة الحزب ده بهذا الايه؟ بالاسماء دي، بهذه الاسماء. النسبية المفتوحة باجي اقول والله انا محطط القائمة بتاعتي احمد علي حسن حسين، باجي انا ادخل والله اقول والله انا عايز ده علي نمرة واحد، حسين نمرة اتنين، محمود نمرة ثلاثة. انا كناخب بخش اختار ترتيب القائمة. فاهمني ازاي؟ لان معنى النسبية ايه؟ انا مثلا عندي دايرة ديت فيها 1000 صوت، متقدم فيها 4 قوائم حزبية. ماشي؟ جينا بعد كده فوجئنا ان هذه القائمة الحزبية على مستوى الجمهورية خدت مثلا 40%. يبقى لها 4 لها الأربعة الأولانيين. نسبة وتناسب. بنسبة وتناسب. إلى أن توصل إلى العدد المسموح اللي هو يمثل التلتين الأعضاء داخل هذه الدائرة. والتلت الآخر بيبقى فردي اللي هو بيبقى متصل مباشر بالجمهور. مع الجمهور. ميزة الفردي إنه هو الجمهور عارف مين اللي هياخده. والمرشح وفقا للمرحلة الجاية بخلاف بقى السنوات السابقة، لا، الشعب هو اللي بيجيب المرشح ولازم نطلع. يعني فاهم، انا يمكن سمعت في بعض البرامج بيقولوا حزب الكنبة، اللي هي الناس اللي قاعدة في بيتها. الناس اللي نزلت في يوم الثورة في الفترة الاولى وحست بكيانها الصحيح وشاركت فيها، انما دلوقتي قاعدة مش قادرة تعمل حاجة لانها لقت ان هي اللي نزلت فيه بدا ينحرف عن مساره. بدا ياثر عليها. في ناس يعني ركبت فوق الثوره بقى واستغلتها في حاجات كتير انت عارفها، يعني مش يعني مش هتتقال، لان احنا عارفين ان احنا الثوره ديت لخلق خيان جديد. ثوره كانت قائمه باسلوب يدرس. طيب انا عايز حضرتك هسالك سؤال لحل، يعني وارجوك تجاوبنا عليه بشكل مباشر. يعني هل انت مع اقامه الانتخابات في توقيتها ده ولا مع تاجيلها؟ بس بعد ما اخد الاستاذه هدى على الهاتف. استاذه هدى، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضلي يا فندم، انا بسمعك. الحقيقه انا مبسوطه قوي ان حضرتك تطرقت للموضوع بتاع منصور عامر. بشكرك جدا يا فندم. لان هو طبعا اقوى فل من الفلول. اللي باقيه من الحزب الوطني. بمعنى؟ ومش عارفه لحد النهارده ما فيش حد قرب له ليه. يمكن ولو ان الرد عنده. يمكن راجل مظلوم معلوش حاجه يعني. لا لا، الراجل مش مظلوم. بمعنى، اتفضلي حضرتك. بمعنى ان احنا وقعنا ضحيه. يعني حضرتك لما اخد ساليه وادفع فلوسه وبعدين يكتب مثلا بالباقي شيكات، فالمفروض ان هو كده يبقى خد ثمن الوحده بالكامل، لان الشيكات فلوس. محكمه النقد قالت الشيك اداه وفاء وليس ائتمان. تمام؟ مش ضمانه، الشيك ده اداه وفاء. اللي ما بيسددش يقدر يلجا للطريق القانوني وياخد منه حقه. لكن المفروض ان ابص الاقي بعد ما سددت ثمن الوحده بالكامل ان هو عامل لي عقد استضافه. مش عارفه عقد استضافه، انا سامع الاستاذ ملاح كان بيكلم حضرتك، مش عارفه الاستاذ ملاح نفسه محامي نقد بيقول انا كمحامي عمري ما امضي على عقد استضافه، ومع ذلك هو ماضي زينا، واحنا ماضيين على عقد استضافه بطريقه تدليس. ما انا دارسه قانون ولا يمكن همضي على عقد استضافه. ازاي يعني استضافه ده يديله الحق ان هو يقطع عليا ميه وكهرباء ويرميني عشي كمان ويطردني وانا دافع ثمن الوحده بالكامل؟ يبقى احنا وافقتي ليه حضرتك؟ وافقتي ليه تمضي على ده؟ بمنتهى الشياكه بتاعت فلول الحزب الوطني. طبعا لما رحنا اكتشفنا، طبعا دي زود علينا الوديعه. انا دافعه 60,000 جنيه وديعه، طالب زياده، رفضت لان خلاص انا دفعت ال 10% من ثمن الوحده. فوجئت بعد كده ان رحت قطعوا عليا المياه والكهرباء، عملت محضر في نقطة العالمين. طبعا قال نقطة العالمين، قالوا احنا مش يعني ما نقدرش نعمل محضر لمنصور عامر. ليه يعني ما نقدرش نعمل محضر؟ انا تمسكت بحقي. ليه؟ ده اصل مبارك تعمل له محضر. انا تمسكت بحقي وقلت له هتعمل محضر، يعني هتعمل محضر، وعملت فعلا المحضر. كان رد واحد من الناس اللي قاعدين في نقطة الشرطة هناك، أول محضر كان يتعمل لمنصور عامر ده بعد الثورة، قبل الثورة ما كانش حد يجرؤ يدخل يعمل محضر لمنصور عامر. بعدها بعدية اتعمل له 68 محضر. لما انا كان محضري اول واحد، بعد كده 68 محضر قطع ميه وكهرباء. وبعدين حضرتك فوجئت، رحت خدمه العملاء عشان اسوي الموضوع معاهم، بصيت لقيت الاستاذ بتاع خدمه العملاء فتح لي الكمبيوتر قال لي بص احنا مين واخد عندنا؟ فلان بيه وفلان باشا وعلان بيه وعلان باشا.
يعني هتروح الكاس غير المشروع مش هيعملوا لك حاجه، يعني هتروح الرقابه الاداريه مش هيعملوا لك حاجه. حضرتك قال لي اسامي ناس انا اتصدمت. زي تقدر تقولي اسماء منهم حضرتك؟ يعني من غير ما اقول اسماء، انا يوم ما كنت بستلم الوحده بتاعتي حبيب العدلي كان بيستلم الوحده في العمارات اللي هي الفي اي بي، حاتم الجبلي ليه وحده هناك، حبيب العدلي ليه ثلاث وحدات، ناس كتير جدا ساده ليهم اسمهم زي الطبل، وناس يعني من الناس المرموقه قوي في الدوله ليهم هناك في العمارات الفي اي بي. لو اتعرف مين اللي واخد عند منصور عامر في بورتو السخنه وبورتو مارينا وجولف، هيتعرف مين الناس اللي كانت بتاخد الشقق دي عشان تفوت له حاجات كتير. يعني منصور عامر لما حفر تحت الارض 20 متر عشان ينزل الدور الخامس، ده مستوى الارض، حفر 20 متر وسمحوا له يحفر 20 متر وكسر خط الغاز بتاع العالمين وما دفعش حاجه بعد الثوره. ولحد النهارده منصور عامر مسنود، بس انا رفعت دعوه محكمه شمال والجلسه يوم 23. حتى بعد الثوره في كلمه مسنود ما زالت تتردد لغايه دلوقتي؟ مازال يعني مازال في مسنود؟ يعني مازال مسنود، وانا باكد حضرتك متحمله كافه اي حاجه متعلقه. مسنود من مين يعني؟ الكلام ده انا متحمله مسؤوليته القانونيه. لانه مازال لحد النهارده مسنود، وانا عارفه اسامي الناس اللي سانداه، وعارفه اسامي الناس اللي واخدين عنده. ما تقولي يا فندم، هات بورتو وجول. هل عندك مشكله انك تقولي اسماء اللي ساندينه؟ ما احنا يعني نفت شفنا على هوا احنا. ما هو الكلام ده حضرتك لما يتصل بيا حد من الرقابه الاداريه انا هقول له. احنا بنوجه برضه كلام حضرتك للرقابه الاداريه يتصلوا بيك. على الكمبيوتر بتاعه. ما هو مش معقول بتاع خدمه العملاء بيألفوا، بس هو مع الاسف جايب شباب كده يعني لسه مستهتر مش فاهمين الدنيا صح. طبعا دول غير شباب الثوره. شباب منصور عامر دول غير شباب الثوره. فتحوا الكمبيوتر وده يعني اعتقد ان هو يعني غلطه غلطوها، وقالوا لي فلان وفلان وفلان، افتكروا نفسهم بيعملوا لي كارت ارهاب. انا مش بخاف لان انا صاحبه حق. هو مش من حقه يمضيني يعني بطريقة تدليس على عقد استضافه. انا رفعت بيه دعوه بطلان وبناشد كل الناس اللي واخدين عند منصور عامر واللي ماضيين على عقود استضافه ينضموا ليا للدعوه عشان نثبت الغش والتدليل. طب اسمحي لي يا استاذه هدى، استاذه هدى من فضلك اسمحي لي، ليه ما توجهتيش حضرتك للرقابه الاداريه؟ هتوجه ان شاء الله قريب للرقابه الاداريه. يا ريت لو بيسمعونا حد، احنا عندنا تليفونات انا هقدمها في اول جلسه. سيب حضرتك التليفونات بتاعتك، ويا ريت لو حد منهم بيسمعنا احنا نديله تليفون. يا ريت لو حد من الرقابه الاداريه يكلمني لان انا هقول له اسامي ناس هيتخض لما يسمعها. وقطع الميه والكهرباء كانت منصور عامر فاكر نفسه لسه جمال حسني مبارك موجود وجمال مبارك موجود، كان فاكر الناس لسه موجودين وساندينه، فبيقطع الميه والكهرباء على الناس تعسف، وده مش من حقه قانونا. طيب ده مش من حقه قانونا، بس هو فاهم ان ده مش من حقه. انا بشكرك جدا وبتوجه زي حضرتك لهيئه الرقابه الاداريه وفيها ناس كثيرين شرفاء وجميعها شرفاء حقيقي، فيعني اتمنى ان حد يكون بيسمعك يعني حضرتك تترك التليفون في كنترول يتصل بينا واحنا نديله تليفون حضرتك ويسمع لك. سياده المستشاره انا برجع لك تاني وعايز اقول لحضرتك، انت مع الانتخابات ان تقام في التوقيت بتاعها ولا ان تؤجل؟ عايزه تقدم، تتقدم كمان. ليه؟ اقول لحضرتك حاجه، احنا دوله في الفتره الاخيره كنا نرتكز في حجم العماله اللي عندنا والصناعه الى الثبات السياسي. والثبات القانوني. مش هقدر اوصل الى ثبات سياسي وثبات قانوني الا باجراء انتخابات مجلس الشعب، علشان يبقى في قانون بيتطبق، اقدر مصانعي تشتغل، استثماراتي تشتغل، سواء استثمار عقاري، استثمار سياحي، استثمار في مجالات اخرى، علشان ابتدي اشغل العماله اللي عندي، علشان ابتدي استرجع ثقه مصر داخل السوق الاقتصادي العربي والاوروبي. علشان كده لازم اعمل ثبات سياسي وانتخابات، وتنتهي هذه الانتخابات ثم ننتهي الى لجنه دستوريه لوضع الدستور، ثم ننتخب رئيس جمهوريه، ثم تعود العجله الى مصر من جديد. بمناسبه الدستور، يعني هناك اقوال كثيره، حتى قال الاستاذ ابو العز الحريري النائب السابق وطبعا القيادي المعروف في حزب التجمع، ان هذا المجلس مطعون يعني قبل حتى ما يقام. ايه راي حضرتك في شايف ايه يعني الطعن الدستوريه فيه من ناحيه ايه؟ والله لو عنده حاجه كان قدمها في رفع بيها دلوقتي قبل ما يعقد هذه الانتخابات، لانه من حقه انه يطعن على كافه هذه القرارات التي انشات العمليه الانتخابيه. انما هو وفقا للقانون
هو ماشي في مجراه. هي المجلس الاعلى بيحاول ان يطبق ما يرتضيه الشعب والثوره لما ابداه من مبدا عام في توليه ان هو بيحمي هذه الثوره فبيحقق لها اغراضها، انما بيوصل الى قرارات لها صفه القانون، وهذه القوانين كلها وقرارات سوف تعرض على مجلس الشعب في اول جلسه انعقاد لاقرارها. يعني انت حضرتك شايف، طب انت شايف ان المجلس ده هيكون مجلس حقيقي في غياب الرئيس المخلوع حسني مبارك؟ هو عايز اقول لحضرتك حاجه. هذا المجلس من الممكن ان يكون عمره قصير. ليه؟ وليس لخطا في الاجراءات او خطا دستوري، انما هو ممكن ان يكون عمره قصير، لانه بعد ان ياتي رئيس الجمهوريه ووفقا للدستور الذي يعد ممكن تتغير لك نسبه العمال والفلاحين. يبقى يجب عليك ان تحل. حضرتك مع النزوه دي ولا يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني نزوه العمال والفلاحين بعد اذن حضرتك مفيش دلوقتي، لما تيجي تحسب المجلس مفيش حاجه اسمها عمال وفلاحين. ده بليه الاصرار عليها يعني؟ عايز، ما هو دي لازم تعديل دستوري. لان ما تجيش تتكلم في اقتصاد سنه 2012 والاقتصاد يتفق مع السوق الاوروبيه المشتركه ومع التطور الاقتصادي وقوانين اقتصاديه وانت بتتكلم في عايز تدخل واحد ما خدش شهاده محوميه في مجلس الشعب. طب ده هيحط قانون ازاي؟ يا فندم احنا عندنا قوانين في مصر من سنه 40 ما اتغيرتش ومتطبق حتى الان، هل يجوز؟ احنا في سنه 2012، يعني في اكتر من 60 سنه عدوا على هذا القانون، وقانون قوي ويؤثر في الاقتصاد. وصحنا يعني فاحنا محتاجين لمجلس تشريعي ناس فاهمه كويس. هو بص يا فندم بعد اذن حضرتك، المرحله الجايه هي مرحله كنا بنقول والله لما بيجي ينزل واحد من انتخابات بتوع مجلس الشعب بيقول لنا هتعمل ايه للدايره وبعديها هتعمل ايه للبلد، فاهمني حضرتك ازاي؟ لا، المرحله الجايه عايزه نخرج كلنا من بيوتنا نبتدي ننقي اللي هيرسم خريطه ولادنا، لان المرحله الجايه هي اساس من الخريطه للجيل الجاي، اللي هي انشاء السور، تعديل قوانين، وضع ضوابط الاجور، وضع تامين صحي، علاقه العامل برب العمل، علاقه رب العمل بالدوله. بمناسبه البرنامج اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي انا شايف حضرتك بتبرزه دلوقتي لا يا فندم، ده مش برنامج. انا عايز ابغتك بحاجه مهمه قوي يعني، واسالك وافاجئك ان انا عندي معلومات يعني ان حضرتك تقدمت لعضويه مجلس الشعب، انك لانتخابات مجلس الشعب، ده حقيقه ولا اول ولا حقيقه؟ ويمكن انا كنت رافض القصه ديت، انما بعض الناس اللي زي حضرتك والمثقفين والعمال راغبين ان هم عايزين حاجه جديده هم اللي راحوا قدموا لي. حضرتك انت دايره فين يا فندم؟ ان كان ما قدمتش يعني انا جاب واحد بتوكيل هو اللي قدمني والله، علشان انا 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 ليه يعني عارف، انا ما بقول اللي بينزل يقول انا هرشح نفسي هو راجل عايز. طيب حضرتك في يعني تقدموا في اي دايره؟ انا والله تقدمت في دايره مصر الجديده اللي مش دايره الرئيس ولا دايره اوكسي ولا مختلفه يعني؟ والله بعد اذن حضرتك ما فيش حاجه اسمها دايره الرئيس. اصل هتختلف هي دايره مصر في عدم وجود مبارك، هتختلف هي دايره هي دايره مصر الجديده. اما جم طلعوا قانون جديد مرسوم بقانون انشاء الدوائر، اخذ جزء من دايره مدينه نصر وجزء من دايره النزهه ويرجعها مصر الجديده، يعني فاهم حاجه زي كده؟ الاول مصر الجديده دي مع مدينه نصر والنزهه دي مع السلام. بس انا اقصد دايره الرئيس يعني بمفهوم انا فاهمه كويس ووعي وانا بتكلم، ان كان لا ياتي لهذه الدايره، اسمعني، كان لا ياتي لهذه الدايره الا من يرضى عنهم الرئيس المخلوع حسني مبارك. مش دي بس يا فندم، مش دي بس. هل تختلف؟ انا عايز رؤيتك هتختلف. بص يا فندم، لو احنا بنتكلم زي ما شفت يوم 25 و26 و27 و28 الى ان تم خلع الرئيس، واللي شفتهم في منطقه مصر الجديده واللي شفتهم في منطقه روكسي واللي شفتهم في منطقه الشروق، لو الناس دي فعلا نزلت انسى. هتجيب، بص انا مش بقول انا اما نزلت، لا، احنا عايزين واحد ملوش غرض، ملوش هدف ان هو ياخد الكرسي دوت. انا عايز واحد يكون يعي ما هو طبيعه عضو مجلس الشعب. طب هنتكلم على ماذا المطلوب في طبيعه عضو مجلس الشعب بعد هذه المداخله. مساء الخير يا فندم، بس في عجاله ارجوك. الو استاذ محمد، الو الو، يبدو ان المكالمه اتقطعت. ف طب اتفضل استاذ.
فيها تليفون تاني مداخله. مين معايا؟ استاذ محمد. الاثنين محمد يعني، ده كويس والله. الو الو، مساء الخير يا فندم. الو اتفضل يا فندم، انا سامعك في عجاله عشان وقت البرنامج لو تكرر. ايوه فندم اتفضل. وانا انا لفت نظر حضرتك لما حضرتك بترد على مدام هدى بتقول لها حتى بعد الثوره فيه محسوبيات وفيه مسنود وبتاع. اه لا يا بيه، الثوره لسه ما غيرتش حاجه. الثوره ما غيرتش حاجه خالص. حقيقة ده فيه بلاوي كتير في البلد. لا حول الله يا رب. انا بس هلفت نظر الاستاذ الملاح لحاجه مهمه جدا. اتفضل. النهارده انا هنتخب عضو مجلس الشعب على اي اساس؟ على الصلاحيات او الحصانه الالهيه اللي كان واخدها برضه ما قبل الثوره؟ عشان النهارده كنت عايز احاكم احمد عز قبل الثوره او اقبض عليه، اقعد شهر ونص لغايه ما ينعقد المجلس وياخد قرار سيد قرار والكلام ده كله، ده كله ما اتغيرش لسه. طيب في رساله لحضرتك يعني سريعه، لان انا قدامي دقيقه وعايز اسمع سياده المستشار ماذا سيقدم في الدائره اللي هيتقدم اليها. حاضر. في ثانيه واحده. اتفضل. انا كان ليا وجهه نظر. عارف ساعتك في كتب القانون بتاع عبد الرازق الصنهوري باشا بتتباع في ايطاليا ب 12,000 دولار. طب عايز تقول ايه حضرتك؟ واخد بالك؟ النهارده المجلس العسكري سمح لمجموعه لهم اهداف سياسيه او اغراض او مصالح ان هم ياخدوا البلد ويوجهوها على حسب ما هم عايزين. الكتل السياسيه هو ده بسبب الاغلبيه الصامته. لا كنا المفروض استاذ محمد انا هرد. لا على يا سيدي ما تقولش. لا لا لا، الاغلبيه الصامته هي اللي عامله كده. يا اسمح لي. الاغلبيه الصامته هي اللي عملت الثوره مش الاحزاب. انا معاك، بس تركت الناس تستثمرها. تركت الناس دي اللي هي قاعده بتحرك البلد. احنا بناخد املاءات من تحرير ومن شويه من حفنة، بناخد منهم املاءات يعني عمرو حمزاوي وغيره وغيره، ده اللي بناخد منهم املاءات النهارده. في 45 واحد بيلفوا، انا عارفهم. مالكين البلد. في هم 45 واحد بيلفوا الكتل السياسيه اللي حضرتك عارفها، واللي اتزرعوا فيها برضه نواب الفلول القدام. مش هقول فلول عشان الكلمه دي مالهاش لازمه اصلا. بشكرك جدا ورسالتك طبعا هي وصلت باختصار. سياده المستشار في دقيقه لو سمحت، ماذا ستقدم لهذه يعني لهذه الدائره؟ هتقدم ايه في الانتخابات القادمه؟ اولا يجب ان يعني استاذ محمد في مداخلته كانت قويه، بس هي عمليه تسخين للناس. يا ريت الناس تفكر الاول انها تنزل، يعني الناس اللي قاعده في البيت ما تخافش تنزل وتختار. اللي هتختاره هيحس ان هم اللي جايبينه، هيبقى هو ملزم انه يقدلهم. مصر الجديده وان كانت هي بيقولوا دايره الرئيس السابق، انما دايره تحتاج الى عضو منها مولود فيها يعلم خاصها، لانها دايره متشعبه. طيب. فيها العماله وفيها الايه؟ أنا يجب في المرحله الجايه ان يكون عضو مجلس الشعب له صفتين، خاص بدايرته ها وخاص ببلده. طيب انا عشان بس وقت البرنامج انتهى، طبعا حضرتك يعني اختصرت فعلا ان طالما الناس هتجيبه وهيبقى حاسس الناس اللي جايباه اكيد هيكون في خدمه الناس. عايزين الناس تنزل علشان ما يتحكمش في البلد كله. وهيكون ما دام ده باراده شعبيه فهيحترم هذه الاراده الشعبيه. في نهايه هذه الحلقه انا بشكر سياده المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمه الاستئناف المنصوره السابق والمحامي طبعا المعروف، وبشكركم وتصبحوا على خير. لو الأزمة هتشد جنبك شريك يسند، لو حلمك هيتأخر معانا هتكمله وتفرح بيه، لو مشوارك هيتعطل معانا هتكمله وتمشي، لو بيتك مكملش معانا هتكمله وتبنيه، لو دخلك مستحملش معانا هتزوده وتسعد بقروضنا ومزاياها بخدماتنا بشهاداتنا وعوايدها. احلم، كمل، واصل بدون تأخير. بنك التعمير والإسكان، اللي بينا كبير.